السلام عليكم دكتور. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور برسيارك من هي كبسيارك اش من ضلي بتنو سرك سرسامي وزائدا لبرتبة ونو سري سرسامي وبتايبتيش تكتي بچي او نو سري زور للاد زنابتان تايبتا. والله دتوانم رين ببيدو دلي إبراهيم السكران، إبراهيم بن عمر السكران كنسرتي سعودية. أوكو ولامي برسيارية كمت ولامي برسياري دومت كلبرتسة لبر أوي بكرتي دتوانم رين بياوتشي قرآنية بمعناي كلمة بياوتشي قرآنية. قرآني طبعا نكبو معناي كزور زار أوروبا لا نسل بيك بكاردي بياوك براستي لري قرآن ولامي برسا فكري كاني أورو داتو لري تدبري قرآن ولامي قمانا كاني أورو داتو يعني بلاي أودا تنها تدبري چي راستقينا لقرآن كافية بو أوي كإنساني مسلمان هيتش شكو قماني چي نميني برامبر أوهمو هلمتو أوهمو هيرشي أورو ذكرت السر إسلام وثوابته زي جيركان إسلام. بالنسبة برسياري سيامت كبتس كتابة شسر سامي يعني نبر أوي كدعوة يكتابة كده أجانا مدة طبعا نبرم هم كتابة كاني كأخوي حفت يعني هشت كتابي هي بلام أجا يكتش يعني دياري بكم لو كتابنا النازم دو ظلم لنيوان برو قرآن كل باب القرآن يعني الطريق إلى القرآن يعنيش رقائق القرآن كبكودي بناس شيكاني قرآن ترزمة كده يعني دو درم لنيوان أو دوانا أقل يكا كان هل بجيرم لوانا مغد الله أوي تربكم لبر أولا توانا بلم الطريق إلى القرآن كا أوشتان هل بر أوهو كاراني كباسم كده يعني براستي تيجيشتني أو بياولا لقرآن لتوظيف كردني قرآن لبكارهناني قرآن بو يعني تسارسر كردني تشيشكاني واقعي أو رومان زور بدزواني أو توظيف دكا لبو قرآن هم كتابة كاني تلشي بيقومان زم آلات الخطاب المدني سلطة الثقافة الغالبة التأويل الحداثي للتراث المسلكيات الماجريات احتجاجات المنابئين للخطاب الشرعي هم هو كتاباني براستي نايابا تايبة سلامت بك. جزاكم الله خير.